الوقت السابق. ولكن نقطة أم القرى الاستراتيجية لها أهمية كبيرة بقطع ثغرة المسلحين باتجاه المناطق الشرقية. اليوم باتت هذه الثغرة هي مقطوعة بشكل كامل، ليس اليوم بل قبل عدة أيام سابقة وحتى اللحظات. أيضا أم القرى هي تشرف على نقاط الإرهابيين باتجاه الجنوبية من حلب المدينة ومنطقة العمرية بالتحديد، لا سيما بأن الدور الأكبر لنقطة معمل الإسمنت الاستراتيجي في منطقة الشيخ سعيد. هذا المعمل الذي له أهمية استراتيجية كبيرة بإشرافه على كامل النقاط الجنوبية من حلب المدينة، وأيضا إشرافه على كامل تحركات المسلحين وشل حركتهم واستهداف نقاط انتشارهم في تلك المنطقة. جيش العربية السوري يتقدم داخل الكليات.